ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. فقرتنا دي بدل ما هتكون 2 على 1 غالبا هتبقى 3 على 1. يعني زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، هيكون معانا ومنورنا بطلين متجوزين كانوا بيلعبوا في نفس المجال، لكن كل واحد فيهم كان ليه لعبته اللي بيلعبها وكان متألق فيها الحقيقة. الزوج كرة السلة والزوجة كرة الطايرة. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم مرة تانية. زي ما شفنا كده معانا ومنورنا كابتن محمود الجزار نجم الاهلي السابق لكره السله، وزوجته الكابتن ندى ايمن نجمه الاهلي السابقه لكره الطايره. اهلا بيكم. سمعتوا منورنا. اهلا بيكم. سمعتوا منورنا. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. الله اكبر يا حبايبي. لقيتوا ضيوف طولي. هند مبسوطه قوي ان انت طولها. بسم الله ما شاء الله. بتقولي ده لقيت حد طولي. سمعتوا المناوره بتاعتنا؟ اه سمعناها. طب في انا في على فكره بس التوبيك النهارده يا جماعه مولع خالص. طب في حاجه بترفع مبدئيا اول ما قبلها على طول قبل الرياضه مع كل واحد فيكم، مع ولا ضد ان هم يبقوا بيشتغلوا في نفس المكان الاول وبعدين في نفس المجال؟ اسمعها هي الاول بقى. هي ايوه بصي اصلا رفع حاجه. انا مش هقدر اتكلم اصلا، يعني احنا كنا في الرياضه مع بعض ودلوقتي شغالين مع بعض، فمش هقدر اقول حاجه. وبعدين مامتي وبابايا كانوا شغالين مع بعض، فمش طب دي حاجه هايله. لازم تبقى هايله يعني، ما عندناش اختيار تاني. احنا عايزين الحقيقه. بصي الحقيقه، الحقيقه الموضوع ده يعني يعني ليه ابعاد كتير، مش مفيش هشوف هيقول ايه. واحنا قاعدين لسه جوه في يعني قلت لا انا اقول الحقيقه. احنا عايزين الحقيقه. احنا بنخاطب الناس يا جماعه، لازم نقول الحقيقه. الحقيقه مصداقيه. ف يعني احنا كان عندنا شقين في حياتنا، يعني الشق الاول بتاع الرياضه وده انا ما اقدرش انكر ان هو كان شيء ايجابي جدا ان هي تبقى في نفس المجال، ولكن احنا ما كناش مع بعض في نفس اللعبه. ما كناش مع بعض في نفس الملعب. ما كناش مع بعض في نفس النادي وكل حاجه. ده ما فيش شك ان ده بيخلق شيء من التنافسيه والروح الحلوه، يعني في الاخر ان هي حققت بطولات. هي يمكن هي حققت بطولات اكتر مني، يعني انا بتوبي فار يعني ما شاء الله. اونستلي هي حققت بطولات اكتر مني بكتير، بس هي حاسه بيا. عارفه انا عايش ازاي، بعمل ايه، يومي عامل ازاي، عندي تمرين، عندي ماتش مضغوط، جات لي اصابه. يعني انا بدايه تعرفي بندى كان عندي قطع في وتر اكيلس، وباهل لسه هبتدي التاهيل بتاعي. فهي كانت معايا في الجامعة على طول، في التاهيل على طول، عارفه انا محتاج ايه، بتحضر لي حاجتي طول الوقت. فحته الرياضه كانت شيء ايجابي جدا. الشغل بقى شو المكان اللي جامعكم مع بعض؟ انا انتيري ديزاينر، مهندس معماري. بس يمكن شويه الحاجه اللي خدمانا في الموضوع ان انا البيزنس اونر شركتي. يا سلام. بصي هو بيتكلم عشان بقول لك انا الراجل شركتي وخدماني انا كمان. طبعا فخدماها هي كمان، لان انا في الاخر هي قادره تتحكم في وقتها. واحنا بنطلع على الهواء قلتي حاجه مهمه قوي، انه لو انتوا بتبقين في البيت كل حاجه هتمشي. ايوه دي حقيقة. لو في مشاكل في البيت مفيش حاجه هتمشي خالص. انا جاي لك هند، انا متفق معاكي في حاجات كتير قوي. بس خلينا من الاول نبتدي على يعني على هادي. يعني فالحقيقه انه هي اكتر واحده ممكن تبقى خايفه على شغلي، اكتر واحده حريصه على شغلي، بتساعدني كويس قوي، ممكن تبقى عارفه المشاكل اللي انا بتحط فيها فهي تقدر تحلها. ولكن احنا نبقى في مكان واحد، يعني الاوفيس ما بنتجمعش في الاوفيس. هي في سايت بتلف وتشوف الدنيا اخبارها ايه، وانا في حته تانية. يعني الجزء ده انا متفق فيه مع هند. ان احنا نبقى مع بعض 24 ساعه ده هيخلق شيء مفيش شك من الملل شويه. الاحتكاك كتير ممكن يعمل مشاكل كتير. سيب اميره ترد في الجزء ده، انا مش هقدر اقول هند. انما سيبك انت اللي ترد. انا مش هرد. مفيش شك ان هي في الاخر هي مهندسه خدمتنا الظروف. وبرده هنتطرق لنقطه ثانيه، مش شرط خالص ان انا مهندس اخد مهندسه ودكتور اخد دكتور. الكلام ده ما انا مش متفق. الكلام ده مليء بالطبقيه. ولكن منتلي يبقى احنا واحد. بالظبط كده. هي امور صدفه ان احنا هي ندى مهندسه وانا مهندس، مش في نفس الفيلد. هي باور وانا يعني حته ثانيه خالص، عماره وكده. فبعدين الظروف خدمت ان احنا مع بعض عندها نفس الفكر يعني، فبتساعدني في نفس الحته. يعني احنا ماشيين مع بعض في نفس الطريق، في نفس السكه، عندها نفس الدماغ.
ولكن انا مش ضد فكره ان احنا نبقى مع بعض في الاوفيس. طب معلش بتروحوا مع بعض وبترجعوا مع بعض ولا كل واحد بيروح لوحده؟ لا ما هي قالت لك هو في الاوفيس وهي بتبقى في واحد بس ممكن يروحوا مع بعض عادي يعني. هو انت ليه عايزاهم يوفروا؟ انا بطلب انت على عايزه اعرف يعني مدى تقبلهم مع بعض في طول الوقت عشان بس تبقى الصوره كامله بالنسبه لي مع بعض طول الوقت وانتوا رايحين وانتوا جايين وكده. لا لا يعني انتوا في مكان واحد اهو الدنيا فكه اهي. عايزه اتكلم بقى. طبعا ممكن اتكلم. انتوا ما شاء الله بقى لكم كام سنه متجوزين؟ سبع سنين. في خلال السبع سنين انا الرياضه انا مع الكيس بتاعتكم لان كل واحد فيكم فعلا بيلعب رياضه مختلفه والتنافسيه ما بينكم ما فيش اللي هو الرانكينج بتاعكم مش في نفس الحته يعني بعيد عن بعض. انا مش حاسه ان انتوا بتشتغلوا نفس الحاجه. بس في الشغل في خلال السبع سنين ما فيش ولا مره كنت في مشكله مثلا في البيت ومش عايزه تروحي الشغل بسببه او العكس؟ بصي لا خالص لان هو زي ما بقولك احنا برضو الشغل خادمنا شويه لان هو الفيلد شويه مش يعني مش كل يوم بننزل وكل يعني ما فيش اوفيس معين بنروح نتجمع فيه. يعني كل الموضوع متعلق بالتليفونات شويه الى حد ما اللي هو في مشكله في سايت كذا فبكلمه فبيرد عليا فشويه ما فيش برضو حته ان يعني لو انفعل او حاجه ببقى انا وهو خلاص في التليفون يعني فتمام ما فيش مشكله. ما بيحصلش بقى ان احنا بنتجمع في مكان فيه موظفين يعني او كده وبيحصل كونتاكت مباشر بيني وبينه قدام الموظفين او كده لا خالص بصراحه. فده برضو موضوع جزء برضو مهم ان احنا برضو ما بنحتكش. حاسه ان احنا لو احتكينا في مكان ممكن ممكن يحصل لو احتكينا في مكان مباشر يعني حاسه انه ممكن يحصل خلافات. انا احساسي يعني من رايي ان هو نبقى نفس الفيلد فاهمين بعض وعارفه المشاكل اللي هو بيمر بيها ومتفاهمه لو عنده مشكله ممكن يحكيها لي واتجاوب معاه وكده. بس ان احنا نبقى في وش بعض على طول اكيد هيعمل مشاكل يعني جزء يعني ممكن نبقى فاهمين بعض وفي نفس يعني البالون يعني انا فاهمه هو بيفكر ازاي وايه المشاكل اللي بيتعرض لها وهو قادر يفضفض معايا في اي مشكله ما بقاش انا في عالم اخر غيره هو في حته تانية. لكن لو احنا مع بعض وشنا في وش بعض 24 ساعه اكيد هيحصل مشاكل يعني. ماشي هنرجع نكمل الاسئله عشان في اسئله كتير متشاله بس هنطلع فاصل ونرجع تاني استنونا. ورجعنا لكم تاني ومكملين فقرتنا 3 على 1. طيب اي اسره ما شاء الله يعني ما شاء الله زيكم كده مستقره وناجحه وبتتكلموا بايجابيه عن بعض اكيد بيبقى فيه قواعد انتوا عملتوها علشان تقدروا تعدوا. انا عرفت منكم ان انتوا بقى لكم 7 سنين متجوزين بمعلومه طبعا انتوا عارفين ان السنه السبعه دي كانت لسه هند بتقول انها هي اصعب سنه فعلا في الجواز فلو عدت كده ان شاء الله ان شاء الله. يعني قولنا كده بتاعكوا امتى عشان نتصل نطمن؟ كمان شهرين 25 3 اذا 3 زي طب احكوا لنا بقى يعني ايه الحاجات القواعد اللي حطيتوها كده اكيد يعني علشان حياتكم تمشي الحمد لله باستقرار تقدروا تشتغلوا مع بعض وتعملوا كل حاجه نفيد الناس بقى مين اللي هيتكلم؟ شكلكم ما حطيتوش قواعد. يعني انا ممكن اتفضل يا فندم اهم. انا حاسس كده ان الموضوع فيه شويه تحيز يعني ما انا عشان عايز اسمع بس انا عايز اسمع مش عايزه حاجه خلاص انا متحيزه لك والله العظيم عشان يبقى في انت تحيزي خليك معايا بقى كده هند كده هند على واحد صعب كده هند اساس اي علاقه في الدنيا عشان تنجح وتستمر احترام. برافو. يعني زوجتي اخويا حد شغال معايا مديري حد تحتية لازم احترمه يعني في بوردرز وليميتس كده ما بقدرش اتخطاها. انا بتكلم بقى على فكره والله مش بمثاليه خالص يعني انا بتكلم بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه باللي انت عملته باللي انا عملته. انا كنت من اول يوم عندي عندي كده يعني واخد على نفسي عهد انه افضل احترمها طول الوقت يعني حتى لو انا هختلف معاها مش عايز اكمل معاها حسيت ان انا فعلا زي ما احنا كنا لسه بنتكلم لا انا بتكلم حتى يعني كنا لسه بنتكلم انه في اوبشن ان احنا ننفصل ده اوبشن موجود يعني عمري ما اوصل لمرحله ان انا ما احترمهاش لان دي حته دي بتكسر في جوه الشخص حته خلاص ما ترجعش تاني. برافو عليك. فهي والحته دي هي نفس القصه هي بتقابلها لي للامانه يعني. فموضوع الاحترام ده موضوع مهم جدا جدا. تاني حاجه انا اشوف هي بتفكر ازاي لان يعني احنا في الاخر men are from Mars and women are from Venus. Yes. انا جاي من كوكب وهي من كوكب تاني خالص دماغ مختلف
فانا في الاخر لازم اعرف افكر ازاي، لان انا لو اتعاملت معاها على اساس ان هي راجل عمري ما اعرف يعني لو الموضوع مش هيبقى. قلت بص خلاصه العلاقات ما بين الراجل والست ان انت او هي بتبقى متخيله ان انت هتعمل نفس اللي هي هتعمله في الموقف، وان انت وانت بتتوقع نفس الشيء. كل واحد ليه دماغ، انت شخص وكائن وهو، فده مهم قوي. بس فهي في الاخر اكيد هي بتبقى اوقات مستنيه مني حاجه انا كراجل مقصر بالنسبه لي، يعني مش دماغك خير يعني. ايوه انت يعني صح فاهم قصدي. ولكن هي بالنسبه لها حاجه مهمه جدا. اوقات بقى كتير، ودي انا بقولها لها واحنا على الهوا اهو، اوقات كتير كانت هي مش مستوعبه القصه دي، ولا افهمي انا عايز ايه. مش يعني ما تتصرفيش على اساس ان انت بتفكري فيه، انا محتاج ايه، انا فين، انا دماغي فيها ايه دلوقتي. ندى بتفهمي بقى ازاي؟ هي بقى ترد على القصه دي، هي بقى فهمت اصلا ولا لا؟ ده مش حاجه سهله. مش حاجه سهله خالص. بصي الموضوع طبعا كان صعب جدا في يعني او عامه الجواز، السنين اول سنه فيها بتبقى صعبه قوي في قصه ان انتوا تتفاهموا. صح. يعني صح. بيبقوا شخصين مهما كنا عارفين بعض قبليها او في مجال واحد كنا اصدقاء في النادي كل الكلام دوت، اما بتخشوا بيت واحد بقى طبعا انت فاهمه امين الموضوع طبعا شخصين تانيين. يعني انت اصلا بتكتشفي نفسك انت في وضع مسؤوليه جديد، وهو نفس الكلام، وانتوا الاثنين عايزين تكتشفوا بعض بقى، فالموضوع يعني بيبقى بصراحه صعب جدا. فلازم يبقى في تفاهم على الاقل بين الشخصين الاول قبل ما يخشوا في الموضوع ده، يعني تبقوا متاكدين ان انتم متفاهمين. اول حاجه في تفاهم هيبدا يكون في استيعاب من كل طرف للتاني، يعني انت هتستوعبيه حتى لو في اختلاف زي ما قلت. يعني عرفتي في الاخر بفكر ازاي ولا لسه ما وصلتيش؟ انت اللي بتقول صحيح، انت اللي بتقول، انت قول فعلا، انت اللي تقول. عرفت انتوا يا جماعه كلكم عليا ليه؟ لا 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 احنا قلنا ثلاثه على واحد. الطبيعي ان انا هقول لك ان انا اكيد فاهمه انت دماغك ايه. حاسس بنسبه كام في الميه ان ندى واصله لتفكيرك وفاهمه اللي انت بتبقى عايزه؟ على فكره وده سؤال صعب جدا، يعني ما لا تامل بان مهما حصل هتبقى فاهماك 100%. كنت كمان النهارده ده سيبوني مش هكدب عليكم، قعدنا فتره طويله قوي، فتره مش قصيره خالص، يعني سنين بنشتغل على القصه دي. يعني بنشتغل ان احنا ابقى هي فاهماني كويس، يعني عارفه انا بفكر ازاي وانا احتياجاتي ايه. احنا الاثنين يعني احنا الاثنين يعني مش قصدي بتكلم عليها هي، بس احنا الاثنين فكرنا في القصه. وصلنا لقد ايه؟ لو وصلت 60 70% يبقى كويس قوي. طبعا يعني عمرك ما توصل 100%، لو وصلت 60 70% الدنيا هتمشي. فاهم قصدي؟ قبل ما اسالكوا السؤال الجاي انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انتوا اخترتوا الحل الاصعب، وهو اللي انتوا قاعدين بتحكوه ده، انه خد مننا سنين ان احنا نفهم بعض. الناس اغلب الناس دلوقتي لما بتقف في حته انه انا مش فاهماه وهو مش فاهمني، which is طبيعي. برافو عليكي. طبيعي جدا ان احنا ما نبقاش احنا اخوات في نفس البيت وبنبقى مش فاهمين بعض. اول حاجه بيعملوها طلاق. فانا ما شاء الله ما شاء الله، بس عدوا السنه السابعه. انتوا خوفتوني من السنه دي يا جماعه. لا انا خايفه. بتقول كده، بتقول ان السنه السابعه دي من السنين. لا وهي فعلا دي حقيقه. سنه بتبقى كبيره قوي على المتجوزين يا جماعه. بيقول ايه؟ خلينا كتير قوي السنين دي. عادي على فكره، عادي جدا. ايه المشكله؟ ندى قولي لي اكبر مشكله في السبع سنين دول بالنسبه لك حسيتي ان في اللحظه دي انه ممكن ما تكملوش. بصي طبعا هو بيحصل مشاكل، بس يعني حقيقي عمري ما جه في دماغي ان احنا ممكن يكون في انفصال بينا او حاجه من كده. بيحصل مشاكل كتير واختلافات، وممكن نزعل من بعض ومش عارف ايه، بس حقيقي عمري ما فكرت، لا يعني مش حاطه الاوبشن ده في دماغي. ما اعرفش. طب انا هسالك سؤال. ايه رايك في الموضوع؟ هسالك سؤال. لو جه محمود في يوم وقال لك لو سمحتي بقى سيبي كل حاجه وسيبي الشغل وكل حاجه وتفرغي للبيت في الشغل. بصي انا اصلا يعني انا اول ما اتخرجت اشتغلت شويه، وبعدين من قبل ما اتجوز يعني اشتغلت شويه، وبعدين قعدت شويه بقى فقره الجواز وكده، قعدت اصلا سبت الشغل. انا ما كنتش عايزه اكمل في الفيلد، كنت تعبت يعني. فيلد مش سهل، وشغلانه صعبه ومرهقه ذهنيا وبدنيا وكل حاجه. فانا كنت واخده اصلا الديسيشن ان انا هقعد. اوكي. وهو طبعا كان محبذ الموضوع ده جدا، يعني كان جاي على هواية طبعا. فكملت في القعدة شوية حبة حلوين يعني، وبدأت أشتغل معاه من قريب، يعني ممكن يكون سنة ونص سنتين حاجة كده في الرينج ده. أما هو ابتدى شغله لوحده. جربنا الاثنين. لكن جربنا قاعدة في البيت وجربنا هي تشتغل. ارتحت في انهي بقى حضرتك؟ بأمانة مرتاح في الاثنين طبعا. لا بص لا عايزة اقوم ابوس ندى والله. مش بأمانة قوي يعني، في ايه؟ مش بأمانة قوي. بصي انا مش فكرة ان انا يعني
مش عايزه تشتغل، مش مع القصه دي، انا مع ان الست تشتغل. ولكن انت برضو اميره قبل الفاصل قلتي البيت يبقى مظبوط. طبعا بس حقك. انا بالنسبه لي اهم حاجه البيت يبقى مظبوط. مظبوط دي بقى يعني مش مظبوط مش ماشي على الديت، انا مظبوط عليا، انا مظبوط على ظروفي، فاهم قصدي؟ فارتحت في انهي اكتر؟ اعوذ بالله. ده على فكره ثانيه واحده على يعني فكره والله مش ضد اللي انت بتقوله. لا والله ليه؟ على فكره انت ما تشتغلش. لا بس هو على فكره كل ان هو بيرتاح ان هي موجوده في البيت مش عشان هو ممكن يكون مش عايزه تشتغل، لا هو عايز يحس بهدوء. انت بتضحكي لي والله، يعني انا عايز يحس ان كل حاجه مرتاحه. هو قال لو هتقدر تعمل الاثنين تعملها. هو قال كلمه البيت يبقى مظبوط عليا. البيت ده يا محمود، انا كنت هاخد صفك في اول حلقه بس هتخلي البيت ده يا محمود هتطلعوا انتوا الاثنين معايا في اخر. اصبري انت اختي هتطلعوا في صفي في اخر حلقه. البيت ده اعمل لك فولو على تيك توك وعلى كل يعني اسكت. هو شركه، هو اصلا ان احنا تربينا انه الست هي اللي بتعمل كل حاجه في البيت والراجل بيعمل كل حاجه بره البيت، ده مش صح ماديا دلوقتي اصلا. ما فيش بيت يقدر يقوم بالراجل بس، وجوه البيت مفيش ست تقدر تعمل كل حاجه لوحدها. اسمعيني لحد الاخر. طيب انا كمل، هنديك فرصتك قول يا هدوءك قول. انا 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 مش بتكلم ان هو مظبوط عليا ومش مظبوط عليها. البيت يبقى مظبوط علينا. حلو. هو عنده حاجات كتير بيعملها يعني لازم البيت يبقى هادي، البيت يبقى الامور مستقره، ما احسش انه الوضع يعني حاجه مش في مكانها. يعني مفيش حاجه، كل حاجه تبقى في مكانها. وعامه هو ده حاصل دلوقتي. هي مثلا بتيجي تشتغل معايا وبتنزل بتروح سايتس وبتعمل سايت فيزيتس وبتتابع وبتشوف البروجرس وبتاع، ولكن هي بقى خلاص بقت بتظبط حياتها عليا برضو. انه ايه في الاخر لما ارجع البيت مثلا يبقى في اكل. طبيعي يعني انت بتطلب حاجات. في مشكله في الموضوع ولا لا؟ لا لا انا بس سكوتها ده عايز اعرف انت ساكته عشان ده حب، ولا ده بتخزني وهتخرجي من هو النقطه المهمه اللي بيتكلم فيها فعلا. طالما الست، وده اللي احنا دايما بنقوله، طالما الست قادره انها تعمل الاثنين وتظبط بيتها وتظبط شغلها، تتفضل تعمل اللي هي عايزاه. مش مشكله بقى كلمتي ده ما كلمتيش ده، ما تطرقش الحاجات الصغيره دي خالص. سلمتي على ده، اتفضلي يا حاج. عايزين نخش معاهم على الاسئله السريعه. يلا يلا قبل ما نخش على الاسئله السريعه قبل الوقت بتاعنا ما يخلص. يلا طيب اسال. لما بيحصل خلاف ما بينكم، مين اللي بيحاول يصالح الثاني الاول، ومين اللي بيتردد بسرعه؟ مين اللي هيرد؟ ليديز فيرست، قولي انت الاول. بصي يعني احنا الاثنين الحمد لله بنتراضى على طول، وغالبا اللي بيحاول يعني يصالح اللي بيبقى غلطان، اللي بيحس ان هو غلطان بياخد على طول الخطوه الاول. الكلام ده مظبوط 50-50. احنا اتنين بتراضى بسرعه جدا، بس احنا اتنين اللي بيغلطان بيحاول يروح على الموضوع. حلو، ده جميل، ماشي. يلا طيب مين اللي بيكلم مامته او حماته يشتكي لها؟ مين فيكم بيدخل مشاكل؟ بيدخل؟ لا مش حد بيشتكي حد خالص. برافو حبيبتي، عايزه ادخلك حد. طيب مين اكتر حد بيساعدكم لما يكون عندكم بطولات وسفر؟ كان ده بطولات وسفر احنا يعني لا، انا لما اتجوزت كنت اوريدي بطلت رياضه. هو بس اللي كان بيلعب، فانا اللي كنت بقى الزوجه. سلام والله العظيم. طب مين اكتر حد فيكم بيعمل مشاكل؟ مين بيعمل مشاكل اكتر من التاني؟ هي بتعمل مشاكل اكتر؟ عادي يا نادى، عادي. ات هابنز. ماشي خالص والله. خلاص احنا البيت لينا بيت. معاكم بعد الهوش خلاص. لينا بيت عشان خاطركم. لينا بيت نتكلم فيه. مسالم جدا والله العظيم، والله مسالم جدا. والله شكلك ما بحبش المشاكل. انا الهديم دي ما بخافش غير منه. مين اللي بيغير على التاني اكتر؟ انا. انت؟ ده برافو عليك. ده طبيعة الحال على فكرة. بجد؟ ده الطبيعي ان الراجل بيغير اكتر من الست يعني. بيغير قوي. طب انا عايزه اسالكم. بيغير قوي. طيب هل مثلا في مره عمل معاكي مشكله بسبب ان انت مثلا اتكلمتي مع حد بطريقه معينه، مش عارفه ايه الكلام ده، بما انكم غيره مع بعض؟ يعني غيره هو اتكلمتي معاه؟ لا بصي بصراحه انا بحاول اراعي قوي الموضوع دوت، لان انا خلاص يعني بقيت فاهمه دماغه وعارفه كويس قوي ايه الحاجات اللي بتضايقه، فبحاول اتجنبها. يعني ما بافورش في اي حاجه، يعني اللي هو في الطبيعي يعني. تمام وخلاص. والله انا فخوره بيك يا ندى. محمود انت بتشوف ان الستات نكديه ولا الرجاله نكديه اكتر؟ بامان الله الستات نكديه اكتر طبعا. ما هي بنتي راجل لازم يقول لك كده، لازم يقول كده.
يا جماعه حتى ده حتى الدراسات بتقول غير كده. غير كده مين اللي بيقول انا مش قادر انزل؟ مين اللي بيقول لا مش قادر اسافر؟ مين اللي بيقول انا عامل ازاي في السفر في النزول ده انا ما بقعدش؟ اساليها اساليها ماشي. بس هم فعلا يعني هم شويه بيكون الرجاله. انا عندي بنتين يا جماعه في البيت غيرها، انا عايش مع بنتين صغيرين. الله ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثه على واحده وثلاثه على واحد على طول. انا حاسه احساسكم ده. انا عندي ولدين فانا عندي ثلاثه على واحد. ثلاثه على واحد برضو. هم ورونا الصور. الله ما شاء الله. اه دول ايدنتيكال توينز صح؟ لا مش ايدنتيكال. مش ايدنتيكال بس هم شبه بعض جدا. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميهم. ما شاء الله. بس هم كبروا دلوقتي شويه. قد ايه دلوقتي عندهم؟ اربع سنين. اه ما شاء الله. ده سن السكر. اه لازم بقى انت تشوفوه. طب ايه اكتر اكتر حاجه دايما ندى بتشكرك لما بتعملها واكتر حاجه بتزعل انت لما بتعملها؟ اكتر حاجه بتشكرني بتشكرك عليها واكتر حاجه بتشتكي منها انت بتعملها على طول؟ اكتر حاجه بتشكرني عليها لما بسمعها. حلو. طبعا بسمعها يعني اوقات كتير مش بعرف اسمع. برضو انا بتكلم عن نفسي اهو. اوقات كتير ببقى عايز اقول عايز اتكلم. عايز اتكلم. فهي لما بسمعها بتبقى مبسوطه جدا من ده. اوكي. السؤال التاني ايه؟ ايه اكتر حاجه بتشتكي بقى؟ تشتكي منها؟ لا ما بسمعهاش. هما الموضوعين مرتبطين ببعض. نفس الحاجة. لو في يوم أنت نازل طبعاً بعيداً عن الشغل، نازل وندى قالت لك ما تنزلش خليك قاعد معايا. بتعمل كده ولا لا؟ بعيداً عن الشغل؟ بعيداً عن الشغل. في حاجات مقدسة. يوم الخميس بنزل مع أصحابي. معروف. يوم الخميس بنزل. بس ساعات بنغيره يعني لو في حاجة يعني مهمة بنغيره. أي حاجة تانية يعني أقعد في البيت. اقعد معايا عايزك تقعد. مخنوقه عايزك تقعد معايا. اقعد في البيت. ما عنديش مشكله اقعد في البيت. يعني لو حاجه مش مهمه مالهاش علاقه بشغلي. انا شغلي مهم اهم حاجه في حياتي. بعيد عن الشغل. بعيد عن الشغل خالص. وبعيد عن امي وابويا. انا بحب امي وابويا قوي. طب بصوا يعني انا مبسوطه ان هم. انا عايزه اكمل كلام بس تقريبا هنكمل بعد. انا مبسوط معاكم النهارده. انتوا فاهمين مبسوط قد ايه؟ والله بجد يعني حاسس ان انا قاعد مع اصحابي كده. ما هي دي. بس بعيد عن كده ممكن اقعد معاها عادي مش مشكله. انا بشكركم وبدعي ربنا يبارك لكم في بعض وفي بناتكم وتفضلوا مكملين بهذا الهدوء والرزانه. ونفسي كل حد بيتفرج ياخد العلاقه دي قدوه. وكل الكلام اللي اتقال ده ان هم الموضوع مش بالسهوله دي. هم حاربوا كتير قوي. صح. كل واحد لازم يشتغل على نفسه. نورتونا وبسطت انتوا كلكم جديد. انا عندي رساله بس اخيره. ايوه. بنلعب في قناه الاهلي واحنا اتربينا في النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي جدا. أوه. جدا يعني. عندي رساله لكل اللعيبه بتلعب في النادي الاهلي. في اي لعبه سواء الكوره او الباسكت بول او الفولي بول. انت في مكان عمرك. والكلام ده انا بقول انا مش شغال في النادي الاهلي على فكره. انا بشجع النادي الاهلي بس دلوقتي. انت عمرك في حياتك ما هتعوض المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي لو لعبت في اي حته في مصر. اشتغل على نفسك بره الملعب قبل جوه الملعب. وحافظ على نفسك قبل بره الملعب كويس قوي. الكلام ده انا نفسي قصرت فيه وقعت فيه وانا جوه النادي الاهلي. فاشتغل على نفسك جوه بره الملعب كويس قوي قوي وحافظ على نفسك عشان تفضل في النادي الاهلي. لان النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي هتلاقي فيه النجوميه وهتفضل اون سبوت طول الوقت. ده حقيقي. احنا بنشكركم. ندى عايزه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ انا مبسوطه والله قوي ان انا كنت معاكم. وحاسه فعلا زي ما محمود قال ان احنا يعني قاعدين مع اصحابنا يعني. ما حسيتش ان احنا لايف وعلى الهوا وكده. وسعيده ان انا كنت معاكم. نورتونا. نورتونا. وربنا يوفقكم يا رب في حياتكم وتفضلوا مكملين كده وناجحين على المستوى الشخصي وتعملوا اسره وعيله جميله وتفضلوا مكملين وماسكين كده في بعض عشان الموضوع مش سهل. ونحضر فرح هند قريب ان شاء الله. للاسف خلصت فقرتنا. خلونا معاكم بقيه حلقتنا.